قدم لكم راسي محمد القرش، زيد عام 1982. اخويا بغيت نعمر الدار وبانت لي بنت الناس كدوز من قدامي دايره الخيمار. الحمد لله قلت انا نتزوج وندير وليدات، انا بحالي بحال الناس. انا كنت خدام اخويا في محل ديال تكزاريت في سيدي مومن، كنت خدام اخويا وكنت بيه خير وصحيح، كنوزن 112 كيلو 113. سبور كندير اخويا لون طريمه، كنت كندير فو كونتاكت ومشارك في بلاتفورس في الرياضيه في عين الشق اخويا، اذا عادي على عين الشق. تلاقيت معاك دوز يوم ما قلت راه بنت الناس دايره الخمار، وخديت اخويا على سنه الله ورسولي ندير وليدات تاعنا بحالنا بحال الناس. الحمد لله داز واحد العام ولا عام شي عام ونص تقريبا، زاد عندنا تويميا قبل ما يتزادوا اخويا كانت العلاقه زوينه. مرضت اخويا شي عام ونص باش دوزات معايا وانا نمرض ولا في الدياليز، السيده مابقاش مسوقاني ملي مرضت، ولا دخل وقت ما بغات نقول ليها فين، نقول ليها ما تسولنيش فين مشيت ولا فين بقيت. كتبقى حتى ل 10 ل 11 ل 12 ديال الليل كدي هذيك الخدمه، ما خدمه ما والو، كتقول لك خياطه ما خياطه، هي راه ما خدامه ما والو. مهم كتقول لي ما تسولنيش فين مشيت. انا فتا كانت مزيانه خويا شويه ما بقاتش هي هذيك، كنولي نقول لها كتلقاني هنا في الدار عيان كنرد شي تدم تردو وما تقولش هي كي بقيتي، كنقول لها كاز كنقول لها كاز ديال المشوي حيدات الخمار، فهمتيني؟ ما بقاتش هي هذيك، ولات كدير شي حوايج لاحظت فيها ما بقاتش على قد ما بقاش على قدي، ولات كتلبس واحد اللبس اخر حيدات، ولات كنقول لها لبسي الخمار راه حنا تنصليو الحمد لله وديري اللي قال الله سبحانه وتعالى واللي قال محمد عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم، وهي كتخلي داكشي ولات كتلبس المقزب، ما كتشاورش معايا فين كنهضر معاها تقول لي اسكت اسكت صافي، حيت عرفاني عيان كنتعصب كنطيح بعض الخطرات كنبقى نبكي هنايا وما تسوقنيش، تدخل وقت ما بغات وتخرج ما بقاتش، وبعض الخطرات كنقول ليها شريبه ديال الماء شريبه ديال الماء وما تجيبهاش ليا، وبعض الخطرات كنقول ليها خبيزه مسوسه من الزنقه وما تجيبهاش ليا. كتصور باغاني امتى تقتلني؟ ما عرفت اخويا باغت ما عرفت والله ما عرفت، خرجت للطريق صافتني ملي مرضت صافي، كنقول ليها عاونيني على الدم ولا البراوات ولا الدوق، انا غنوريك واحد القفه عامره ديال الدواء. لا ما كانش اخويا، كانت تقول لي نعيش معاك براكه في الصحراء، كنت خدام كنصور 160 الف 180 الف في الشهر، شويه ما بقيت نصور والو، ما بقيتش نقدر نوض، ما بقيتش نقدر نخدم، خبزه ما تجيبهاش ليا من الزنقه. دابا الدواء دابا الدواء ما نقدرش نشريه، دابا الدواء انا ما نقدرش نشريه، وقع لي مع دارت لي كل شيء، لقينا داكشي التصاور الشمع في واحد القليلي شم دايره في صاكه، قالوا واش فيه الشمع وفيه التصاور شاعلن وفيه داكشي ساد عليه التصاور، ما ديولي وديول كل شيء خربقاتني في حياتي وانا مريض. انا راه داكشي اللي دار لي تقفاتني اخويا، متقفاتني دابا دابا متقف تقفاتني دابا شي 3 سنين ونص ولا اكثر باش يدير ما بغات في الزنقه، حيت انا ما نقدر ندير حتى شي حاجه اخويا ما نقدر ندير حتى شي حاجه اخويا. هي هذيك اخويا واحد الخطره مريح بحال ما كوي عيط لي واحد السيد ولد الدرب، قال لي اخويا جي جي، قال لي جي راه مراتك داخله عند واحد الزوفري، قال لي قلت لي باش عرفتي مراتي؟ قال لي مراتك راني حداكم راني جاركم، فهمتيني؟ قلت لي باش عرفتيها؟ قال لي جي وتشوف. مشيت انا بقيت حدا الشارع، راه الدار كنعرفها دابا راه بابا ديما محلول. عيط لي قال لي نعم، قلت له جي جي راه باش تغداي معايا. قال لي فين؟ قال لي طيب، قال لي انا قلت لي انا في الدار طيبت شي غدا، بقيت نشوف واش فعلا خرجت في الدار ولا لا. خرجت من الدار خرجت من الدار خرجت من الدار، شدات الطاكسي الا تاكدت مزيان دار الزوافريه كلها كارين الزوافريه من تحت حتى الفوق، نوريالك اخويا وبالدليل. رجعت دخلت مشيت سميتو عليها مشيت للبوليس، البوليس لقيت هذاك ضابط الشرطه ورئيس دائره، قلت لي اخويا مراتي داخله في الدار، قال لي عيط للدري قلت لي حدا ليا في الباب. خرجت هي قال لي راه صافي خرجت، خرجت طلعت جات هنايا حتى الليل الحمد لله شتا فين كتدخل. ما قلت ليها والو، جيت نعست انا راه كنبكي الدم هنايا والدموع، وملي نعسات قالت لي اسم محمد جيب لي لافوكا، جبتها لي ودرت براسي ما فراسي والو، انا راه مريض وزادت عليا. بقينا دوك الدراري قلت لهم الله يرحم لكم الوالدين، قال لي حنا عارفين الظروف غنوقفوا معاك حتى تشده، عسينا الغد الاخر ثاني دخلات درت براسي ما فراسي والو، الليل كامل وانا نبكي هنايا كندعي الله سبحانه وتعالى يفرق بيني وبينها، حتى كن
عندي الجنوية وكنقول استغفر الله العظيم، يا ربي تفكني بيني وبين هاد الخائنة، يا ربي تفكني بيني وبين هاد الخائنة، وتنبكي الدموع والدم ونعيط ربي اللي خلقني وكنبكي. الله سبحانه وتعالى استجب لي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شي خمسة الخطرات ولا ستة وانا كنعس تما وكتدخل وما تشدش ليا، تقريبا ستة في الخطرات قلت لي ودي راني غادي نسافر لبرشيد البلاد، حطيت لي واحد الدجاجة هنايا شوية الهبرة ديال الدجاج، قلت لي شوفي انا غادي نسافر واحد الخمس ايام، واحد الخمس ايام وغادي نجي غنمشي نتسرح شويه عييت هنا نبدل الجو. قال لي ويلي غاده، قلت ليها قال لي شوف لي شي حد اللي كاين كريم بو جيبو ليا، قلت لي انا غنجيب لك حتى الحليب والزبده، قلت لي كلشي الحمد لله كاين تم العائله كاين كلشي. غادي في الليل مع ديك العصر هي هنايا، قلت للدري عس هنايا وحده هي هنا، لا بغيتو نجيبو لك نيت راه هو شاهد. قلت لي عس حدا الباب واحد موطور لتحت، قلت لي مع الصوت 9 ديال الليل هبطات هزت هذيك الدجاجه اللي حطيتها هنا خويا، الاولاد خليتها على الدار ملي كتخوني كتخليها عند والديها يشدوهم. غاد داتهم اخويا تبع الدري عيط لي قال لي راه خرجات، مشيت انا حدا الدار عاس تبعوها بالموطور جماطر تبعوها، انا عاس تما كاين دخلات دخل الدجاجه وحطاتها فوق الطابله، مشيت للبوليس داتها لي باش طيبها لي ما خويا. الله فوق منه وللملائكه في اليمين وملائكه في اليسار والله سبحانه وتعالى شاهد. داتها لي باش طيبها لي شحال وهي طايحه معاهم فهمتي، كتدخل عاديه بوحدها لديك الدار حيت شتا بيد العين اللي غتاكل الدود والتراب. وهي هذيك اخويا انا ما عنديش باش نشري تبره، وهي هذيك اخويا دخلت الدجاجه مشيت جبت البوليس، دخل معايا داك رئيس الدائره وضابط الشرطه دخلوا كيتصنتوا، قال لي اش من طابق، قلت لي خورا تنشوف الدخل ولكن راه ما عرفتش من طابق تدخل لي، قال لي ودي راه ندخلوا نبقاو ندقوا على عباد الله، قلت لي غندخلوا نتصنتوا. كنصوني بالتليفون الطابق الاول ما جاوباتش، الثاني ما جاوباتش، الثالث ما جاوب، الثالث كنسمع التليفون يصوني والمزيكا خدامه، والمزيكا خدامه ملي خدامه خويا حيت هي قالت لي في الدار راه غادي ننعس، اما اللي وصلتي بخير للبلاد راه غادي ننعس، ملي وصلتي بخير راه تنموت عليك شي شوف شوف البشر ما فيش الثقه، هي راه باغا تهبط باش نعيط لعيا تقول راه ناعسه فهمتيني، هي راه هبطات كنصوني ما بغات تجاوب من عند الله سبحانه وتعالى هو اللي حكم، كتصوني ما بغاتش تجاوب، لقينا التليفون كيصوني والمزيكا كل ما كانش تليفوني صوني والمزيكا خدامه ما غاديش نعرفوا فين حيت الطابق حيت الاقامه فيها السانكيام. دق عليه ضابط الشرطه حل ليه قال لي شكون، قال لي مول الضو، حل ليه لقينا الشيشه والشراب داير قرعات ديال البيرات والعنب الوسط هكا هادي كاين الدار الخمار اخويا شو حالتك يا ولاد، نشفوا لي الكلاوي اللي ندير ديالي كنت خدام مزيان مابقيتش نتصور حتى 4 دريال. وهي هذيك اخويا الله اكبر كنسخف اخويا، هي هذيك اخويا دخلوا شدوها هي هربت حاجاكم الطواليت الباب الصغير سدات عليه شدوا لقاوها هي وثلاثه الدراري والشيشه الشيشه قد الكوايش والشراب داير والدري كيتشيش بين نصكم محايده هي الجلابه اخويا غتكون شي 22 عام تقريبا راه كلشي تم راه كلشي في دخلوا اخويا شدوها مجوجه قالت لي قال لي شكون راجلك، قالت لي محمد القرش، قال لي محمد القرش هو عريانه بين نصكم هنا حالته تبان، كانت لابسه بيل نص قريب كلشي يبان ليا هنايا وحد هنايا كلشي كيبان ليا هنا فهمتيني مع زوفري، وانا دخلت بحال ما كوايا واش غنقول لك حسيت بالله سبحانه وتعالى انتقم ليا، ولكن راه مرضاتني دارت في الدياليز راه ما بقيتش نقدر نوض بعد الخطرات كيدفعوني بكروسه وما لقيتش اللي صرف عليا، وكاين الله الحمد لله وكاين الله الحمد لله. شدوها قالوا لي هاد الثلاثه شكون اللي معاك، قالت لي هذاك ما ونطوا مع داون الكوميسيريه، وقفت مع معمر لي ضابط الشرطه صيفط من المحكمه ديال اناسي عطاوها 8 شهور هو عطاوها 10 شهور ودازت اخويا الوقت، قالت لي امها راه غنجي ندي الحوايج، قالوا لي الدار ما تعطيهاش الحوايج تتقلب الحوايج، قلبنا الحوايج لقينا كما قلت لك الشماع مقدي وتصاوري وهداك الشيء، ولقينا كارت ميموار ديال تليفون مصوره مع واحد اخر مدايره معاه فيديوهات، وكارت ميموار عندي دابا هي عند الخوادري دابا اللي بغيت نوري لك هادو بلا مسترجي ما عند ما كاينش عند الخوادري هي عندي دابا هي هنا نوري لك مصوره مع واحد اخر وجه اخر فيزاج اخر كتشرب معاه ومخرجه ليا بنتي
كيلعب معاها وكيعنقها وتوا كيشرب معاها حاطا شي 14 قرعه ولا اكثر وبنتي معاهم وكل بيت كل بيت كتبان ليا فيه صباغه من جهه كل بيت كتبان ليا جليج في شكل بهذوك الفيديوهات اللي مدايره هي وحاطه كارت ميموار هنا وما خايفاش مني وما خايفاش من الله سبحانه وتعالى اللي خلقها ومدايره شي 21 تصويره وفيديو وخارجه مع بنتي عريانه بحكه وخارجه كيلعب بها هز ليا بنتي انا من غير هذا اللي مشدوده معاه هذا واحد اخر هذا تا هو خصنا نديرو عليه لو شيرشي ولكن خص من يعاونني يدعمني هذا تا هو فيزاج اخر وتشطح كتصايب لي من البغرير في واحد واحد القنت على الحيط بوحدو ومدير طوابل كاين لي مريع على صنادق وتصايب لي من البغرير هادي مشي من لي مرات هذا قبل من هذا اللي تشدت معاه هذا كمارة اخرى عنده واحد صون طروة هادي كانت دايره الخمار ولا تصور معاهم وما خايفاش مني وما خايفاش من الله سبحانه وتعالى حاطه الكارت ميموار في الساك كانت كتصلي مابقاش كتصلي وانا كنصلي ونطلب الله سبحانه وتعالى يفكني منها كنت مديره كارت ميموار ومصوره الشراب الوسط مديره القراعي مديره العنب الوسط كيقطعوا به وحال حالته وكل شيء كاين عندي في الدليل ماشي تنهدر كل شيء عندي في كارت ميموار ديالها هي اللي مصوره ما مصوروش انا هي اللي مصوره هذا الشيء ما تخاف من الله ما تخاف من العبد شردت ولادي وانا باغي ولادي عاد نساب ملي قلت لهم عطوني النساب قال لك ما خصكش تاخذهم تتعوضني قلت له راه كاين القانون قال لك كيريحوا عندي بعض الخطرات خصك تعطيني الفلوس وتعوضني ما نعطيهمش لك قلت لهم راه كاين المخزن وكاين الله سبحانه وتعالى وباقي باقي باقي ما عطاونا والو بالخف خرجت مع الكورونا هاد الكورونا حنا راه باقي نطلعوا نهبطوا خوري خصني الدعم خويا خصني اللي يدعمني انا مريض مابقيتش كنا كنخدم انا مابقيتش قادر نخدم انا واقف معاك ولا بعد الخطرات ما تنقدرش نوقف ما تقدرش الشربه ديال الماء ما نقدرش نجيبها وباش كاس ديال الاتاي نقدر نعيط على شي واحد من هنايا يعمروا لي ويجيبوا لي ما نقدرش اخويا نوض هذيك النهار سخفت في الليل فاش خرجت ما راه باقا في دارهم دابا خرجت ملي تشدت هي في الخيانه كان ولادها عند امها وباها ملي تشدوا قلت لهم عطيوني ولادي قالوا لي لا ما نعطيهمش لك ورا باقي دابا كنقول لهم عطيوني ولادي راه الحضانه كتسقط عليها وانا خصني الدعم وانا ما عنديش باش نشري البراوات والدم والدوايات انا غنوريك راه قفه ديال الدم خرج ليا دابا البراوات ما عنديش باش نشريهم الدم حتى هو 50 درهم في النهار لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كنبقى نتالم بعد الخطرات من جدو ما عنديش باش نشريه ونحمد الله ونشكره ملي خرجت ما شفتهاش اخويا اخويا ولادي ما شفتهمش تقريبا من قبل ما تشد تقريبا واحد الخمس شهور دابا مشي ولادي وانا توحشت ولادي وبغيت نشوفهم وبغيت ولادي ماشي نشوفهم بغيت واحد هي كتسقن عليها الحضانه كتسقط عليها الحضانه لكن شي محسنين يعاونوني اخويا راه الغالب لا اله الا الله باش معنويا ماديا ومعنويا ولادي ولادي ان شاء الله يعطيهم لي المخزن ولكن معنويا فلوس وداك الشيء ما عديش عدي الله سبحانه وتعالى اخويا بقيت بوحدي وما عنديش بزاف ديال الحوايج اخويا ما عنديش الدواء باش نشري كتخرج لي الطبيبه الدواء هذا تحاليل هذا دواء هذا براوات هذا اخويا هذه لاباراي ديال الدياليز وهذو البراوات فين تتخشى البراوات فين كدير الدياليز عندي ثلاثه الحصات في السيمانه والله يرحم الوالدين اللي بغى يتعاون معايا اجر لله سبحانه وتعالى الله لا يضيع اجرا من عمل عملا صالحا لا ما نسامحش لي اخويا عذبتني حيت خديتها صحيح حيت غديتها انفورم مشارك في كومباش واخويا دابا نوريك التصاور وعندي الدليل وعندي كارت ميموار مصوره كل شيء هي ساحره ليا وتدخلني وعندي كارت ميموار اخويا اللي قال شي حاجه انا ما بغيتش اللوح من خوته ولا العالم يشوفه ولكن خممت الله سبحانه وتعالى يحاسبني علاش لحتي علاش لحتي هاد الفيديوهات عريانه بحال مكوايا حيت الله سبحانه وتعالى غيعذبني على قبل ولادي وعلى قبل الله سبحانه وتعالى لانه غيلومني الله انا ما بغيتش اللوح مره نشوهها الدار يخرجوا منها كل شيء يخرجوا منها نشوه عند ولادو اللوحه لخوتو العالم كامل يشوفه ولكن خفت من الله سبحانه وتعالى لانه حرم الله سبحانه وتعالى الفيديوهات يتلاحوا حرم الله الحرام يتلاح الله يرحم الوالدين واللي بغى يساهم شي حاجه الله يرحم لكم الوالدين والله لا يضيع اجر من عمل عملا صالحا والحمد لله صدق الله العظيم